عايز اقول لك الكام يوم اللي فاتوا كان في برضه من ضمن الفيديوهات اللي انتشرت بشكل كبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي في تمرينه من التمرينات الخاصه بالفريق بالنادي الاهلي، كان في واضح ان طبعا الملعب كان مقفول بالكامل على لعيبه النادي الاهلي عشان يركزوا في التمرين، ما كانش في اي بني ادم في الاستاد غير واحد بس، واحد مشجع اهلاوي يعني هوان مصري قعد بقول لك لوحده في الاستاد. عايز اقول لك مالي الدنيا تشجيع، بيشجع بكل ما اوتي من قوه. اللقطه دي كان لطيف جدا، كابتن خطيب وكابتن خطيب راح له حاجه جميله جدا، ودي روح الجماهير النادي الاهلي اللي اكيد بتنعكس بكل الايجاب على الاداء بتاع الفريق. بص انا ما كانش عندي شك يا كريم ابدا ان الجماهير هتروح طبعا. يعني يقول لك ايه، يقول لك هو في حد هيقدر، كل الناس هتقدر تتكلف 10,000 مع ال 3,000 اللي الاهلي هيشيلهم، يعني برده مبلغ. يقول لك طب انا لو قسطت ما انا كده هدفع 1000 في الشهر برده، بيتي اولى مش عارف ايه. على فكره لما بيبقى حد بيعشق حاجه، ولما حد بيبقى بيعشق هذا النادي اللي هو بيشجعه بقاله سنين، النادي اللي بيربطه بيه حاجه قويه جدا، ما بيبقاش فارق معاه الكلام ده. يعني عايز اقول لك على حاجه، ممكن يلغي بنود اساسيه من حياته علشان يسافر ويبقى في ظهر الاهلي، وده حصل على فكره وكيسز كتير جدا شفناها وسمعنا عنها. يعني فده الواقع. على كل حال